بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إنها إنتك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماء يا بني إنها إنتك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماء صلوا على محمد. إن الله لطيف يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن واصبر على ما أصابك يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر
إن ذلك من عزم الأمور بسم الله الرحمن الرحيم والذين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين يا رب صدق الله العظيم.